متابعينا الاعزاء، حفلنا الكريم على بركه الله انطلق قبل قليل الشوط السادس بتعداد اشواط ومنافسات وتحديات هذه الفتره المسائيه لسن اللقايه مع هذا الملتقى الاخوي الجميل وشعارات ابناء القبائل الحاضره والمتواجده. جائزه هذا الشوط تيوتا لاند كلوزر بيكب هي الجائزة المقدمة من اللجنة المنظمة لمن سيحظى ويخطف أول المراكز في هذه الانطلاقة. لنبدأ مع مسيرة شوطنا السادس، لنتابع حامل الرقم 6 من يتواجد الباز فرج بن حمد بن علي آل بريص المري مع البداية والمقدمة ومع أول المراكز. المركز الثاني شعار المستشارة يحضر معنا مع أيضا الإمبراطور من يقدم لنا الفهد، الفهد لحمد بفارا بن علي بن قريع المري مقدما الفهد بتحدياته بانطلاقاته. المركز الثالث الوصول من مفوض حمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة مع المركز الثالث، ومع ثالث التحديات من يحمل الرقم 9 شعار اللورد من بدأ يتسلل إلى المركز الثاني. المركز الرابع أتابع معكم تقدم ووصول شاهين أحمد بن سالم بن حميد الزرعي الغادم من السلطنة حاضرا بتحديات ومنافسات ميدان الشحانية. المركز الخامس وصول وتقدم عتيم ترحيب بن حمد بن ترحيب بن نايفة غادبا بشعاره وبأيضا تحدياته ليبدأ بالمنافسة مع الأسماء الحاضرة والمتواجدة. أعود إلى البداية بعدما أتممنا النداء الأول للأسماء الخمسة الأولى، لنتحول إلى البداية إلى المقدمة إلى الصدارة بعدما انتصفت المسافة وتجاوزنا لافتة 2 كيلومترات. لنبدأ بالنداء الثاني للأسماء الخمسة الأولى المقدمة الباز 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 الباحث عن الإنجاز. هذه السلالة المعروفة دائما بالاندفاعات والانطلاقات، لكن نرى البداية بدأت تنخفض من قبل مفوض. مفوض بدأ يندفع نحو الصدارة يحمل بتحدياته شعار اللورد شعار العيدة من يتواجد بالمقدمة والصدارة مع انطلاقة مفوض لحمد بن محمد بن عبد الهادي الهيضة على المركز الأول. المركز الثاني الله مسيطر يصل يصل بهذه اللحظات لصالح بن حمد بن صالح النابت المري يقدم لنا شعاره ليندفع إلى البداية وعلى المركز الأول يسير نحو التصدير مع مسيطر اللي بدأ يسيطر على البداية بانطلاقته على البداية باندفاعته نحو خطف السيارة. المركز الثاني مفوض حمد بن محمد الهيضة، والمركز الثالث الغادم الباز مع البريصي، والمركز الرابع وصول وتقدم من قبل الشقب لعبد الله بن فهيد الزبدان المري مع المركز الرابع. لكن أعود إلى البداية، أعود إلى المقدمة، أعود مع افتتاحية الكيلومتر الأخير. الله يا مسيطر مسيطر ينجح في هذا الاختبار، ينجح في هذا الاختبار حتى هذه اللحظات مع الاختطاف السيارة مع الاندفاع البداية. لكن اللورد شعار اللورد غادم إلا أن يثبت الوجود بتحدياته مع مفوض. شوف مفوض بدأ يخترب، ولكن البداية مسيطر 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 على البداية على المقدمة، يسيطر على المركز الأول، يسيطر على السيارة، يسيطر على ناموس هذا الشوط مع المقدمة والصدارة مع أيضا صالح بن حمد بن صالح النابت المري يتواجد بالنابت مع انطلاقة مسيطر مع اختطاف نقطة هذا الشوط مع اختطاف السيارة مع اختطاف الناموس الغالي في هذا السباق المحلي الرابع ليقدم لنا مسيرة البداية مع مسيطر مسيطر ينجح في هذا الاختبار، ينجح في هذا الشوط، يسيطر على البداية ومع المقدمة خاطفا أول المراكز، خاطفا هذا الناموس الغالي، خاطفا المقدمة الثاني. والتبريكات لصالح بن حمد بن صالح النابت مع المركز الأول. لكن اللون غادم اللون وقال قادم العيدة وهنالك العطية مع المركز الثالث وبالنابت مع البداية مع المقدمة. الله يا ابن الدعبة، الله يا ابن الدعبة، اللون اللون الله.
مسيطر، مفوض مفوض، مسيطر سيطر يا مسيطر، مفوض مسيطر، ولكن سلام سلام يا بن نابل، سلام سلام يا مسيطر سلام. اللحظات الحاسمة يخطف سيارة هذا الشوط الثاني، والتبريكات لصالح بن حمد وصالح النابل المركز الثاني. وصل مفوض لحمد محمد على أيضا المركز الثالث. كان الوصول من الواعي لمحمد بن أحمد العطية المركز الرابع. وصل الباز لفرج بن حمد البريس المري المركز الخامس. مرضي لحمد محمد بن حمد بن سالم الفهيدة مع المركز الخامس. إذن بن الدعبة يفوز معنا في هذا الشوط ويخطف سيارة هذا الشوط مع أيضا مسيطر. 5:56 42 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لصالح بن حمد وصالح النابت المري، لك الفوز والناموس يا بن الدعبة المركز الثاني. وصل الله مفوض 5:56 52 جزء من الثانية. الثاني التبريكات لحمد بن حمد بن عبد الهادي الهيضة على هذا الفوز المستحق. المركز الثالث كان الوصول من غيبة المشاهدين الكرام الواعي. توقيت الزمني 5:57 28 جزء من الثانية. تم التبريكات لمحمد بن أحمد بن محمد بن عبد الله العطية على هذا الفوز.